فما ظنكم برب العالمين؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره، ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله تعالى. والذي لا إله غيره لا يحسن عبدا بالله الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بأن الخير في يده. ما أروع حسن الظن بالله حين يوقن المؤمن أن بعد الكسر جبرا وأن بعد العسر يسرا، وإن بعد التعب راحة، وإن بعد الدمع بسمة، وبعد المرض شفاء، وبعد الدنيا جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق: سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، من ظن بالله خيرا أفاض عليه جزيل خيراته وجميل كراماته، ومن عامر الله باليقين أدهشه الله من عطائه بما يفوق خياله. الله جل جلاله يعامل عبده عباده على حسب ظنونهم به، ويفعل بهم ما يتوقعونه منه وفوقه. إذا دعوت فظن بالله خيرا أنه سيستجيب دعاءك، وإذا أنفقت في سبيل الله فظن بالله خيرا أنه سيخلف عليك، وإذا تركت شيئا لله فظن بالله خيرا أنه سيعوضك خيرا مما تركت، وإذا استغفرت فظن بالله خيرا أنه سيغفر لك وسيبدل سيئاتك حسنات. إذا ضاقت فباب الله رحب، وما خاب الذي لله آبى. متى ما استحكمت قل يا رحيما يفرجها ويمنحك الثواب. وأحسن بالكريم الظن دوما تجد من لطفه العجب العجاب. قال المأمون لمحمد بن عباد: بلغني أنه لا يقدم أحد من البصرة إلا أضفته. فقال: منع الجود سوء الظن بالمعبود. وفي رواية: من له مولى غني لم يفتقر. فلنحسن الظن بالله تعالى، فمن منا لا يمر بأزمات وملمات وعليه تقديم التضحيات. فنحن في وقت كثرت فيه الفتن وتقلبت الأمور وغلبت الدين وضيق العيش. جاء في الحديث: من نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. فعلينا أن نكثر الدعاء. جاء في الحديث الشريف: لن يهلك مع الدعاء أحد. وفي الحديث الآخر: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. قال عمر: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعند التوبة على المسلم أن يوقن بسعة رحمة الله، وأنه يقبل التوبة عن عباده، وأنه يعفو عن السيئات. جاء الفضيل إلى سفيان الثوري في يوم عرفة وقال له: من أسوأ الناس حالا في هذا اليوم؟ قال: من ظن إن الله لا يغفر له، لأن هذا من سوء الظن بالغفار الذي وسعت رحمته كل شيء. كذلك الحال عند الاحتضار، على الإنسان أن يحسن الظن بالله الرحمن الرحيم. ففي الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن الظن بربه. مرض إعرابي فقال له الطبيب: إنك ستموت. فقال: ثم إلى أين سأذهب؟ قال: إلى الله. فقال: ما كراهتي أن أذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه. واحتضر رجل فقال له:
فقالوا له: ما ترى الله فاعل بك؟ فقال: لقد أكرمني وأنا في داري، فلن يكون أقل كرم وأنا في داره. قال يا ربي ابن عباس: من يحاسب الناس يوم القيامة؟ قال: الله. قال: نجوت ورب الكعبة، لأن الكريم إذا ملك رحم، وإذا قدر عفا. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى محذرا ومبينا الفرق بين حسن الظن والغرور: إن قوما ألهتهم الأمان حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة، يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي، وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. تأمل في الحياة ترى أمورا ستعجب إن بدا لك كيف كانت، فكم من كربة أبكت عيونا فهونها الكريم لنا فهانت، وكم من حاجة كانت سرابا أراد الله لقياها فحانت، وكم ذقنا المرارة من ظروف برغم قساوة الأيام لانت هي الدنيا، فيها شؤون فإن زينتها بالصبر زانت. اللهم ارزقنا حسن الظن بك وصدق التوكل عليك ولذة الافتقار لك. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. اللهم آمين يا رب العالمين. وكل من استمع إلى هذه الأدعية وهذه المقالات وارزقه اللهم رزقا من حيث لا يحتسب، ويسر أموره وفرج كروبه واقض ديونه وارحم موتاه يا أرحم الراحمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.